أرض كربلاء المقدسة، أدعو للشعب البحريني بالنصر العاجل إن شاء الله وتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان، وإن شاء الله يقضي هو على الطغاة كما قضى الله على الطاغية صدام وأمثاله، ويسقط حمد ويسقط حمد ويسقط حمد، النصر للإسلام. مارد بار آل خلیفه تنویس خلیفه تنویس خلیفه يكون ناخذ حقنا الواضح منهم، ناخذ حقنا بكل سلمية، ناخذ حقنا الواضح منهم. كنا نوقف اطلاق النار، الله موصف سابع دار، لا الخليفة ولا هذا، نسحقهم سعد، نخلي اللي شتبالتهم هذا، وناخذ حقنا الواضح منهم. عن سلفة سلفاهم من الخليفة ومن يسقط حمد. الله ين على الخليفه، الله ين على الخليفه، الله ين على صدام حسين، الله ين على كل داعش، الله ين على كل وهابي. بسم الله الرحمن الرحيم. واذن الذين يقاتلون في سبيل الله بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. بالنسبه لحمد وهاي هم يعني ذول الحكام يعني كل ما يعني مثل النار، يعني اول ما تشتعل بعدين تصير رماد، يعني مصيرهم يعني مصيرهم. الحسين عليه السلام يقول هيهات من الذله، زين، فاحنا ماضين على درب الحسين عليه السلام. واقل اوجه كلمه لحمد الظالم، وانا من ارض كربلاء، ف يعني هذا يعني استفزازاتك وهاي يعني مثل ما اقول السجون يعني تضطهد بها مثل ما اقول الواحد بيطالب حقه او حريته، فانت مصيرك الى النار بالدنيا والاخره، ومصيره كمصير يزيد ومعاويه، ويسقط حمد يسقط حمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. نحن ومن جوار الامام الحسين عليه السلام. عنوان الفداء والثائر ضد الظلم والثائر ضد يزيد لعنه الله. ومن جوار هذا الامام نقف وقفة واحدة مع جميع شعوب. أوجه إلى صوتي إلى نظام المقبور إن شاء الله، نظام أجار هذا، وإن شاء الله كل النظام كل الأنظمة المأجورة المدعومة من إسرائيل وأمريكا، نلعنهم بالدعاء المؤمنين والمسلمين، بالدعاء إن شاء الله بالفرج لإخواننا الأعزاء علينا